الواحد لما كان بيبقى بيتفرج على الكورة من خلال التلفزيون كان إحساس مليان حماس ونشاط، لما يبقى قاعد مع قامات كبيرة جدا من اللي هم كانوا بيلعبوا وبيدونا الإحساس ده، إحساس تاني خالص. الحقيقة حاجة مشرفة وسعيدة بيها جدا. أنا الحقيقة حابة إن أنا أبتدي، يعني معلش مش هنشكر بس، يعني هنرحب بكل السادة الحضور، وطبعا الكابتن محمود الخطيب المعروف جماهيريا بالكابتن بيبو. واسمح لي يا كابتن، يعني ده هرجع لمعتز لما كنا بنبقى قاعدين قدام التلفزيون وبنشوف كابتن بيبو في الملاعب. طبعا كل السادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي المشرفينا النهارده، الفريق الفني او الممثلين كمان من فرق الكوره اللي موجودين معانا النهارده، وكل القامات اللي موجوده من النادي الاهلي، برحب بيكم. برحب بكل الاخوه الاعلاميين والصحفيين اللي انا عارفه هم دايما موجودين معانا في شركه شل في المسيره بتاعتنا، ولكن النهارده انا عارفه ان ليها مذاق خاص ويعني موافقه عليها كمان. برحب بكل شركائنا وممثلين العملاء الكبار لشركة شال، شركائنا في النجاح الموزعين الكبار اللي هو ممكن يكونوا برضو عندهم نفس الإحساس اللي بينتابني وبينتاب كل الناس في وجود نخبة جميلة من يعني النادي الأهلي. وأخيرا طبعا هرحب بكل يعني المدعوين اللي موجودين معانا ومن شركة شل، والمهندس خالد قاسم رئيس شركات شل في مصر. بشكركم طبعا على تلبية الدعوة اللي احنا موجودين فيها النهاردة، وهي ان احنا هنشهد احتفالية التعاقد او الرعاية مع النادي الاهلي. الحقيقة هي ليها برضو مذاق خاص، لان دي رابع مرة هنجدد فيها الرعاية مع النادي الاهلي على مدار العشر سنين اللي فاتوا. لما بتكلم على النادي الاهلي وشركة شل، هبتدي يمكن كنت بفكر ايه هي العوامل المشتركة، ولقيت لأ حاجات كتيرة الحقيقة. أولها التاريخ، تاريخ شركة شال. احنا يمكن ابتدينا، يمكن يعني هنستحمل تستحملوني شوية في الحتة دي، احنا ابتدينا في 1897 تاريخ. في 1907 تم إنشاء النادي الأهلي في مصر كنادي الجمهورية، وده في نفس التاريخ اللي علامة شركة شال اتكونت فيه في البدايات. في 1911 بقى في تاريخ هنا برضو بالنسبة لنا تاريخ مهم، لأنه ده التاريخ اللي تواجدت فيه شركة شال في مصر، وفي نفس هذا التاريخ أول فريق كورة للنادي الأهلي تم إنشاؤه في 1911. حقيقي تاريخ كبير جدا. أنا شخصيا لما بشوف كده وبشوف القامات اللي قاعدة موجودة النهاردة بقول يعني ده تاريخ مجهود عظيم بنفتخر بيه، وبالتالي تاريخ العلامتين زي ما احنا شايفين. تاني حاجة بنشوفها انها برضو يعني ما بيننا وبين النادي الأهلي هي الاستمرارية والتميز. الحقيقة طبعا أنا مش هقدر أتكلم عن استمرارية والتميز وتاريخ النادي الأهلي في ظل وجود القامات الكبيرة، لأن تاريخ مشرف وفي نفس الوقت يعني مشوار كبير جدا خاضه النادي الأهلي، ولغاية النهاردة الحقيقة في المقدمة ودايما في المراكز المتقدمة. بس بالنسبة لشركة شال يمكن هحب ان انا اتكلم برضو عن الجزء اللي احنا شايفينه في تشابه ما بيننا وما بين النادي، اللي هي الروح المقدامة. دي استراتيجيتنا كشركة شال اللي بنبني عليها اساسا دايما تطلعنا للريادة، الاستمرارية، تقديم كل ما هو جديد في مجالنا.
ويمكن هحدد في مجال الزيوت بالأخص عشان يعني أكون دقيقة. أقدر أقول لحضراتكم ومعتز أتكلم إن إحنا على مدار يعني الفترة اللي فاتت إحنا قدرنا إن إحنا نحتفظ بالمركز الأول على مدار 16 سنة على التوالي في مجال الزيوت على مستوى العالم، وفي نفس الوقت بنعتبر الشريك المفضل لأكثر من شركة مصنعة للمحركات على مستوى العالم برضو. وده الحقيقة في مجالنا إحنا بيعتبر إنجاز كبير جدا، وفي مصر إحنا برضو في مكان الريادة بما يخص زيوت المحركات. أنا مش هخش تفصيليا جدا في موضوع الزيوت، بس ده يمكن جزء من أسباب الشراكة اللي إحنا بنعتز بيها النهاردة أو الرعاية اللي إحنا بنعتز بيها.